بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم على طريقه بسيطه وسهله جدا ممكن اي زميل لينا دكتور او فني يقدر يعمل بيها السبيشال تريد في حوالي وقت بسيط جدا، ممكن في اقل من 5 دقائق، باستخدام ماده يمكن كتير مننا مش متعود عليها اللي هي دايت كيور اكريليك رزن. الاول عشان نبدا ان احنا نستخدم الماده دي في بعض الحاجات احنا بنبقى محتاجينها، بنبقى محتاجين جهاز زي ده عباره عن يو في بوكس او يو في لايت كيور بوكس. دوت في انواع منه صيني رخيصه جدا ممكن بنسال عليها في الماركت نجيبها، يبقى موجود الجهاز ده نقدر نعمل بيه اللايت كيور سبيشال تري، نقدر نعمل بيه اللايت كيور كراون بريدج كاتمبوري في بق المريض. فوجوده في العياده بيبقى حاجه جميله جدا، وبرده وجوده في المعمل حاجه اساسيه ومهمه جدا. طيب برده من الحاجات اللي احنا محتاجينها ان احنا يبقى عندنا اللي هي الشيتس بتاعته، فبيبقى عندنا بيجي في علبه زي كده لايت كيورنج تري زي كده، تمام؟ بيجي على هيئه شيتس شبه الشيتس كده بتاعت الشلك، بس بتبقى عباره عن لايت كيور اكريليك بالمنظر ده اهي، بتبقى شكلها كده عباره عن شيتس زي ما احنا شايفين اهي، تمام؟ بتبقى العلبه فيها حوالي 50 شيت او حاجه زي كده، فبنجيب مثلا شيت من الشيتس دي بنبقى موجود او اثنين على حسب طبعا حجم الحاله اللي الدنيا بتاخد. احنا هنطلع واحد احتياطي معانا ونجهزه عشان خاطر نقوم بالخطوات بتاعتنا خطوات بمنتهى السهوله. طبعا بقى لا ريحه مونومر تبقى عندك موجوده ولا عكعكه بقى اكريل، لان طبعا الاكريل محتاج حد يكون بيعرف يجيد استخدامه كويس. الشيت زي ما احنا شايفين كده بيبقى بالمنظر ده اهو، عباره عن حاجه عامله زي الصلصال كده بالمنظر ده. كل اللي انت بتعمله ان انت مثلا دي عندنا حاله مثلا احنا هنعملها، هناخد مقاس رابر بيز لبارشر دينشر، تمام؟ فعملنا الاول سبيسر من الوكس طبقه 2 ملم سبيسر، تمام؟ على الريدج، وعملنا دبل سبيسر على السنان هنا، وعملنا طبعا فور ستوبرز، اثنين عند الكناين اريا واثنين عند السكس لور سكس اريا، تمام؟ احنا طبعا هنبدا انت كده كانك بالظبط عملت اكريل في الضغط في الدوستيج، تمام؟ وهتبدا ان انت تعمل له ادابتيشن. احنا كل اللي احنا هنقدر نعمله ان احنا هنبدا هنا نعمل زي شق بسيط كده هنا كده بالمنظر دوت، تمام؟ وبعدين هنبدا ان احنا نعمل ادابتيشن للماده بتاعتنا كده كاننا بالظبط صلصال، وبنطبقه على الايه؟ على الحاله بتاعتنا. طبعا هنا مش خايف بقى ان يحصل سيتنج زي الاكريل والكلام ده، تمام؟ بس خلي بالك ما تضغطش جامد عشان ما يحصلش بريفريشن او يحصل اي مشكله من المشاكل دي، تمام؟ او ان يحصل تيرنج للماده. فببدا ان انا ممكن اعمل لها ادابتيشن فوق بعضيها كده بالمنظر ده. طبعا هي بتبقى ليها برضه الايفن سيكنس، فتحاول ان انت برضه ما تضغطش عليها جامد عشان نحافظ على الايه؟ على الايفن سيكنس بتاعها اللي هو اللي هيستخدم في الشغل، تمام؟ طيب لو حصل حته فيها تيرنج او حته فيها بيرفوريشن ممكن باخد الاكسس واحطه عليها قبل ما اعمل كيورنج، بحيث ان انا اقفل الجزء اللي حصل له تيرنج او بيرفوريشن. طيب بعد ما عملت القصه دي هبدا اعمل ادابتيشن، ممكن بظهر النايف وانزل اعمل مور ادابتيشن للارياز اللي هي اللي فيها اندر كاتس، تمام؟ طبعا هنا انا في جميع الاحوال هنا مش خايف من الاندر كات عشان السبيسر اوريدي قافل الاندر كات بتاعتي، مفيش اي مشكله خالص. ممكن بظهر المايك كمان اعمل الادابتيشن زي ما احنا شايفين كده اهي، تمام؟ وابدا هنا باستخدام اي كارفر او ممكن بمشرط او حاجه ابدا اقطع عند الفول لينس بتاع البستيبيول زي ما احنا شايفين، موضوع بسيط خالص اهو، تمام؟ طبعا باجي عند الاستوبر اضغط شويه، ليه؟ عشان خاطر الاكريل يخش في المكان اللي فيه الاستوبر بتاعي، بحيث ان هو يحافظ لي على الايفن سيكنس بتاع الماتيريال بتاعتي، تمام؟ اجي هنا اعمل ادابتيشن للاكريل بالمنظر ده كده، واقص الاكسس برضه من عند الفول لينس بتاع الفيستيبيول بتاعي، تمام؟ هنا طبعا انا مش قلقان ان يحصل سيتنج، تمام؟ فبشتغل براحتي خالص باعصاب هاديه، وده يناسب اكتر الماده دي
تناسب اكتر المبتدئين من اطباء الاسنان ومن الفنيين في مجال البروسيسس، لانها مش هتهدر معاك ولا هتخسر لانه مش هينشف. تمام، هنبدأ نقص برضو من ناحية اللينجوال من هنا كده بالمنظر ده، كأنك بالظبط بتشكل صلصال اهو. طلعنا الجزء اللي هو اللي موجود. طيب في حتة ممكن حجم الشيت ما يكفيهاش، بقص حتة صغيرة على قدها وبضيفها على السيرفس بتاعي زي كده مثلا اهو. مثلا الحتة دي هيتهم مضربة دي انا مش متغطية، اقدر ان انا اضيفها وامزجها اعمل لها ادابتيشن كده مع الجزء التاني. تمام، كأني بالظبط بشكل صلصال. حتة مثلا هنا في حتة في اللينجوال هنا مثلا ما اتغطتش، ممكن اقدر ان انا اجيب استريب بسيطة من البقايا، عشان كده المادة دي ما بتهدرش. لو في اي فتفوتة عندي صغيرة اقدر ان انا استخدمها مع حتى مع حالة تانية غير الحالة بتاعتي، فما برميهاش، ما برميش اي مادة. بس طبعا عشان الانفكشن كنترول، مادام حطيت المادة دي على القصد يفضل انها ايه، طول ما هي بعيدة عن القصد خلاص انا سيف اقدر استخدمها. انما لو هي المادة بتاعتي لمست القصد وانا مش عامل ديسانفكشن للكاست كويس، يفضل ان انا ما استخدمهاش تاني. برضه بقطع الاكسس زي ما احنا شايفين كده، في برضه حته هنا في الريترومولر برضه مش متغطيه، هنغطيها برضه نفس الكلام. هنجيب استراب بسيطه كده من الماده اهي، وهنعمل لها ادابتيشن برضه في الجزء اللي هنا ده. تمام، دايما وانت بتضيف الماده يبقى في جزء محطوط على السبيشال تراي، بحيث انه يعني ايه يتلحم مع الجزء بتاع اللايت كيور التاني. كأني بالظبط اهو صلصال وبشكله اهو كده، انا غطيت الجزء الاكسس اللي كان فاضل من هنا. ده في حاله لو القرش عندي كبير زي كده ومش مكفي التري. تمام، وبعدين ببدا برضو اقص الاكسس بتاعي كده من الماتيريال. تمام، اتاكد تاني ان الاكريل بتاعي داخل في الاستوبرز كويس. طيب جميل جدا، انا كده تقريبا انتهيت من الايه، من التري بتاعتي. طبعا اهتم قوي بحته الحواف بتاعتي، طبعا المفروض انها انا بعمل تريسنج بعد كده بجرين كومباوند او بميديوم رابر بيس مثلا او وات ايفر او هيفي بولي سلفايد مثلا او حاجه زي كده. تمام، فالمفروض ان انا بعملها شورت 2 ملم عن الفول لينس بتاع الفيستيبيول. تمام، ممكن المبتدئين ممكن يعلموا بالعلامه دي بقلم رصاص خط مخطط كده عشان يقطعوا تحتيه. طيب الوقت اللي فاضل طبعا ان انا اعمل الهاندل، فطبعا بجيب كل البقايه اللي موجوده معايا عشان اعمل الهاندل. عمليتها بسيطه جدا، بلم كل البقايه بتاعتي بحيث ان انا ممكن ما اهدرش بقى حاجه وما اضطرش ان انا اعمل ايه، اعمل هاند صغيره بسيطه زي كده مش هنسيب فتفوتة. هنستخدم كل الايه، الاكريل اللي هو الباقي عندنا. تمام، طبعا احنا لو كنا بنعمل اكريل عادي كان زمان الايه، كان زمان الاكريل نشف من زمان وكانت الدنيا ايه باظت مننا خالص. تمام، اهو زي ما انتم شايفين اهو عملت حتة صغيرة كده اللي شيء، وابدأ ان انا استخدمها او اعملها ادابتيشن على سطح التري بتاعي بالمنظر كده. تمام، انا كده ايه عملت ايه تري زين.
هنشغله تاني. كده انت هيبقى عندك وقت بسيط جدا، يبقى عندك السكيتشر بتاعتك بدون ما يبقى في رحله مونومر في العياده، بدون ما يبقى عندك خبره في الاكريل، مش محتاج يبقى عندك خبره في الاكريل. وبرده سعرها ما بيبقاش غالي قوي، سعر الشمس دي ما بيبقاش غالي قوي، بيبقى الى حد ما رخيص. واليونت دي زي ما احنا قلنا في الهاند اور طبعا في بعض الانواع من رخيصه، وممكن نقعد من درجه العياده في اي طبيب او في اي معمل عادي، ويتعمل سكيتشر بتاعتك سريع جدا. طبعا المادة اللي احنا شايفينها دي برضه بيتعمل فيها بعض الاستخدامات، زي ان مثلا يبقى في مريض في طقم في مشكله، ممكن استخدمها كريوايند ماتيريال، ممكن اقدر استخدمها كريبير ماتيريال لو مريض مستعجل عايز عنده طقم مثلا خلع كيلو سنه وعايز يزود سنه، اقدر اعملها باللايف كيور. المادة دي برضه بتقبل انها يحصل لها تصلب في بوق المريض باستخدام اللايف كيور العادي اللي هو اللي موجود عندنا، اللي هو اللي احنا بنستخدمه مع كنبوز بريزنت، بحيث ان انا اقدر استخدمها ان انا اقدر اعمل فيها ريبير لاي ضخم او اضافه لاي سنه سريعه كحاجه امرجنسي يعني. طبعا بدون الحاجه ان انا اودي للمعمل وكده، طبعا قصه ان المريض يبقى لابس طقم مثلا بارشل وسنه تتخلع او اضافه له، ساعتها دي بتبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه للمريض بتاعنا. احنا طبعا استنينا لمده دقيقتين عشان خاطر يحصل كيورنج، خلاص حصل كيورنج كده نزيده تقريبا 4 دقايق، هو المفروض على الاقل بيبقى 5 دقايق. طبعا هو فيه شويه ستيكنس لسه، بس هو خلاص حصل له تصلب تمام. الوضع ده اقدر ان انا اقدر اشتغل فيه. بيبقى الميزه ان البودرز هنا مش محتاجه فينشنج كتير قوي قد كده، بتبقى محتاجه فينشنج حاجه بسيطه خالص تمام. وده بيبقى المنظر دلوقتي انا كده عندي السبيشال تري بتاعتي زي ما احنا شايفين. طبعا بتبقى الماده بتاعتها بتبقى فيري هارد، بحيث انها تقدر تبقى ستاند الستريسز بتاعتي. وبكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا السبيشال تري زي ما انتم شايفين بشكل فينش جميل جدا وشكل جميل جدا وكفاءه برضه عاليه. ان شاء الله نلتقي في فيديوهات ثانيه باذن الله. شكرا لكم.